أكثر من 9500 حالة عنف ضد المرأة بشتى أنواعه بالجزائر في سنة 2017، هذا ما كشفت عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة اليوم في ندوة صحفية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. ليليا داود كانت في التغطية. تم تسخير أكثر من 269 خلية جوارية تقوم باستهداف الفئات الهشة وتحديد جيوب الفقر والتكفل بها. وعلى سبيل المثال، فخلال سنة 2017 تم التكفل على مستوى مؤسسات تابعة لقطاعنا ب 9526 حالة، من بينها نساء ضاعها حياة ظروف اجتماعية واقتصادية قاهرة وأخرى لمختلف أشكال العنف.